قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن موقف مصر سيتغير إذا تشاركنا السعي في تحقيق أحلامنا كأسرة واحدة. وأضاف الرئيس السيسي أنه دائما ما يتحمس للفكرة لأنها قادرة على حل مشكلة لا نستطيع حلها بالمسار التقليدي. السعيد لكان مهمش ولا متنسي، البلد ما كانتش قادرة بس. وأنا عارف بقول لكم كده ليه؟ عشان إحنا لازم نحترم عقول بعض ونبقى موضوعيين وصادقين في التقدير والتقييم لواقعنا، ونعرف ليه احنا واقعنا كده. واقعنا كده لان البلد مش قادره. البلد ايه يا دكتور مصطفى؟ مش قادره وما كانتش قادره. طب اللي بيتعمل ده قبل كل شيء توفيق ربنا سبحانه وتعالى، وثانيا هو محاوله لتطوير الفكر زي ما انتم بتفكروا كده. عشان كده وانتوا بتفكروا تلاقيني ان انا ايه متحمس قوي ليكم. انا متحمس دايما للفكره، لان الفكره ممكن تحل مساله بالمسار التقليدي ما تتحلش، وبالفكره تنجح بالمسار التقليدي ما تنجحش، وبالفكره توفر بالمسار التقليدي ما تمولش. الفكره كده، البلد اللي ظروفها والناس اللي ظروفها مش متأثرة قوي ما عندهاش غير الحلم والفكرة والعمل.